الشعبيه بتقولوا مجنون ليلى ومجنون الغام. هلا المجنون لما بيقول واحد شيء بطريقه صوفيه هو الذي يقول كيف عن السر، وسري ليس يعرفه حكيم على التفصيل الا الفيلسوف. سر ما بيعطي لا احد، وسري ليس يعرفه حكيم على التفصيل الا الفيلسوف. هذا الذي يقول هكذا هو يقول ومن يكن سائلا عني فاني انا المجنون جننني المسيح، وهو رجل القران. يعني كل طريقه من القران كيف ليش جابوا الحكي ليش؟ إن سمحت لي تحديد صغير، أنا معجب مو معجب مدهش متابع مو عاملين متابع فضول الزياع السيدي. أنا معك كل التامس كل التقدير والشكر وكل الاعتبار لبداية المحاضرة وللمحاضر وللحضور، لأنه أحب أن ألفت نظركم على صحته وشموله، بأن القرآن الكريم ما نزل سورا وإنما نزل آيات متفرقات بمناسبات مختلفة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل فينتظر الوحي وتأتي السورة، فإذن على المناسبة، وإنما جمع على معنى ومعلوم عندنا طبعا. نحن الشط تغير وانت البحر على معلوم عندنا ان الجمع في ايام اسمها. فاذا ترتيب السور ما هو لك بنزول الايه؟ وعلى ما اتمنى توضيح اللي تفضلت فيه، لان سوره عمران 89 بالنسبه للتصحيح الاصحاح وما نزل في القرآن الكريم وكأنه ما بعضه الكتب السماوية واحد ودين العظماء واحد ودين العظماء واحد والله واحد اختلف وخلق اجتهادات تتكشف على القدرة واحدة الله واحد والقدرة واحدة والعلم يدعو الى المعرفه الدنيا معرفه الله على المعارف. وقد انا سررت جدا انما اجد التوضيح في هذه. شكرا جزيلا مولانا على هذا التوضيح. سيدنا السيد احمد طاهر الشاعر. احمد طاهر. حلو. ومن لم اذا عربي لم يكن مثل طاهر الى اخر ما يقول المتنبي. موضوع ثاني، انا كاتب كتاب في تفسير القران على حسب ترتيب النزول، وكتبت مذكرات كلمه قرانيه، وكتبت سبع قراءات على كل سوره اسمها في اقوال القران، لكن همنا اليوم ان نرى وجه المسيح على مرايا القران، هذا موضوعنا اليوم. اما مختصر حتى يروح يعني حتى يظهر علمك في القران، إن القرآن كما هو من الجمع هكذا هو القرآن في اللوح المحفوظ. هذا القرآن اللوح المحفوظ قبل أن يعرفه محمد، قبل أن يعرفه محمد هو قرآن اللوح المحفوظ. ترتيب القرآن مثل ما هو الآن بين أيدي الناس كما هو في اللوح المحفوظ، وقد نزل كله إلى السماء الدنيا في ليلة مباركة كما يقول هو، وبعدين فرق على حسب المناسبات. وبكل حال هذا الكتاب بين أيدينا، لا ما هو المسيح فيه، سورة المسيح في هذا الكتاب كما هو، كيفما جاء مفرقا مجمعا مفصلا مجملا نحن نبحث عن وجه المسيح في هذا القرآن. وجه المسيح يريد أن يقضي قضية الكلام في المهد.
العرب جماعة يفتنهم البيان. المسيح نفسه في مذكرات بكتاب يسوع ابن الإنسان لجبران خليل جبران بيقول إنه المسيح طبيب بيعطي هالمحيي الموتى وبيفتح الرمي وبيطيب المكسحين. هذا شيء نفيس جاء إلى الوجود، كان على الوجود أن يستثمر منه. بس أهل سوريا يقول الصيدلي اليوناني، أهل سوريا بيحبوا البلاغة، بيحبوا الخطابة، بيحبوا الحكي. قام المسيح سكر التجارة تبعه، سكر العيادة تبعه، ونزل على الساحة وصار يغني مثل العالم ويخطب العالم. ذاك يوم من أيام الغنية غنت، فصدق الناس ومشي المسيح مع العالم وصار يغني. أما هو الشيء العظيم في المسيح، ولك يا أخي هلا كل الطرق في العالم إلى الآن لم يستطع أن يقنع شعره. إلى الآن جميع طب العالم لم يستطع أن يقنع شعره، ولم يفهم ميكانيكي كيمياء الشعر كيف تبيض. ما في طبيب يدعي ولا طب في العالم يدعي أن الشعر كيف بيقنع مبيض مثلا. لا يستطيع الطب أن يدعي هذا الكلام. المسيح كان يقول لك تعا واحد منكم اليوم يروح يشرب يطلع شدة ياسمين من حديقه ويحطها بجدار الياسمين إشكال ياخذ شجرة. قديش بياخذ معه وقت حتى يقتلع الشجرة من الأرض؟ المسيح نادى آل عازر بصوته، آل عازر هلم إليه. فشق القبر وقام رجل ميت من أربعة أيام. قال فكوه وارقوه بين الناس. هذا يعني ثروة للبشرية، ينبغي أن تستفيد البشرية بمثل هذه القدرة، بمثل هذه الطاقة التي لا حدود لقدرتها وصارت تمشي بينهم. هذا شيء عجب. ولكن أهل سوريا يحبوا الحكي. أنا سوراني، أنا من سوريا، أنت غساني، هو غساني، مكسور غساني، بس أنا ماني غساني. أنا من هني من آدم، أنا من التراب، بس أنا ابن آدم. المهم أقول تركنا كل المعجزات، لأن هي كلها نافلة. قول المسيح يحيي الموتى، شو يعني يحيي الموتى؟ ولك أقنعوا شعرة منكم مجين مسيح يشفي المرضى. بس هذا الكلام كله ما دخل. أنا نعم بحكي غير بلسان القرآن. عندكم أربع سور، شوفوها. سورة آل عمران بسرة المسيح في رأس حنة، إني نذرت ما في بطني. المسيح الذي خلق وصار طفلا في سورة مريم. المسيح الذي صار في القيامة عند الله يتكلم باسم الرسل في سورة المائدة. هاي الثلاثين وتكمل أو كلهم بشكله 75 آية بتكملوهم من سورة فصلت، آخر آيتين بسورة فصلت بتمموا 77 آية. هذا قصة المسيح في القرآن الكريم. بس شو يعني 77 رقم؟ هذا كل القرآن. المسيح إذا قلطنا قليلا، يعني قطعنا قليلا قصة إنه بيحكي من المهد ويفتن الناس بكلامه المبين. ما في مرة في حياة المسيح واحد غلب للمسيح في حجة المهد. هذا الكتاب المقدس، هذه سيرة المسيح بين أيديكم. لا يستطيع مخلوق. والتحدي أسعد علي يقوله وهو مفتوح، أمي اسمها مريم وأبي اسمه أحمد، وأنا أفتح تحدي مفتوح إلى أبد الآبدين، واحد يغلبه المسيح بجدل كلامي بغض النظر عن المعجزة. لذلك المسيح الذي يتكلم من المهد وفق القرآن الذي يقوم بالمعجزات، وهذا شيء ثاني. هلا شوفوا مين أشهر رئيس إسلامي في العالم الحديث. أرجو من المسيح أنه ما يهجم علي كثير حتى أبقى فيه حتى أبقى محاضرا، يعني ما أبقى عشقك في الفضاء. بدي هدوء شوي. كان أبي يقول لي بجيبين كتاب، بدنا واحد معلم يعرف يحكي ياخذ يوم.